صباح الخير عليكم في حلقة معلومة في دقيقة. الغواصة والطيارة الهليكوبتر عند المصريين القدماء. كلنا شفنا منظر فريد من نوعه مميز لاستخدام المصريين القدماء للطيارة الهليكوبتر واللي بترمي قذيفة على غواصة تحت سطح المية، وظهر جدل كبير عن الموضوع ده، وكل واحد بقى يطلع يقول لنا رأيه. وفي ناس قالت ان الطيارة دي اصحابها من كوكب المريخ، وان الفراعنة وصلوا المريخ وبنوا اهرامات هناك، وكان دليلهم على كده هو منظر الطيارة والغواصة. تفتكروا الكلام ده بجد؟ تعالوا اقول لكم الحقيقة. في محافظة سوهاج وتحديدا مركز البليانة هنقول لكم وهقول لكم صورة حقيقية عن قصة الطيارة والغواصة عند المصريين القدماء. في سوهاج بني اشهر معبد خاص بالملك سيتي الاول، ويبقى والد الملك رمسيس الثاني. الملك سيتي الاول نقش وزين جدران معبده في ابيدوس، ولان العادات المتبعه عند المصريين القدماء تجديد ولي العهد للمعابد والمقاصير الخاصه بالالهه، وهنا قام الملك رمسيس الثاني بتجديد مجموعه كبيره جدا من النقوش الموجوده داخل المعبد، واللي من ضمنها نقش والده الملك سيتي الاول صاحب المعبد نفسه. وبعد مرور سنين عوامل الجو كانت سبب في سقوط الجزء الخاص بالملك رمسيس الثاني، وهنا حصل التداخل بين النقش القديم الخاص بوالده الملك سيتي الاول وبين ابنه الملك رمسيس الثاني، وهنا بدا التداخل بين العلامات الهيروغليفيه. وبمجرد ان حد من الزوار بيبص على الجدران اللي موجود فيه النقش الخاص بالملك سيتي الاول والنقش الخاص بالملك رمسيس الثاني، هنا بيحصل لبس وبيبدا يتخيل ان هنا في طياره او في غواصه موجوده تحت سطح الماء. وبكده نكون هنا على أسطورة الطيارة الهليكوبتر والغواصة اللي موجودة تحت سطح المية. ولحد دلوقتي مفيش دليل قاطع على وجود طيارة أو غواصة استخدمها المصري القديم. أتمنى أكون فدتكم وأشوفكم في حلقة جديدة. تحياتي ليكم، محمد الفار.